اتكلمنا معاكم في بداية البرنامج عن اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهام أمس مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وأيضا التوجيهات اللي أصدرها سيادة الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكل المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية، أيضا التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن اللي بتشهد تواجد كثيف من المواطنين كالمصالح الحكومية، الجامعات والمدارس، أيضا الأماكن العامة والخدمية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع من دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني منورنا دايما في صباح الخير يا مصر. ألف شكر أستاذ جبانة أستاذ حسام، صباح الخير عليكم. صباح النور يا فندم. صباح النور يا فندم. طيب في البداية لو نطلع السادة المشاهدين يا فندم عن هذا الاجتماع الهام مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو فندم سيادة الرئيس امبارح في ظل طبعا نقش بعض يعني مجموعة من الموضوعات الهامة جدا والحيوية، وكان طبعا بدايتها الانتشار الحاد اللي موجود على مستوى العالم، وأيضا الزيادة في عدد الحالات المرصودة وبائيا لانتشار فيروس كورونا. مفيش شك في زيادة في الأعداد ملموسة، وكلنا طبعا حاسين بهذا، وزي ما بنتكلم طبيا وعالميا علميا على موضوع مسلسل التحورات أو التغيرات التي تحدث في هذا الفيروس والمتوقعة زي ما قلت لحضراتكم كذا مرة، النوع الجديد أو التحور الجديد له طبعا بعض المظاهر او خصائص، منها سرعه الانتشار، انتشار سريع جدا. واقول لحضرتك مثلا ان اذا كان فيروس الانفلونزا العاديه الشخص المصاب ممكن يصيب ما بين شخصين الى ثلاثه، فيروس كورونا الاب يعني الاولي كان يصيب من خمسه لسته الى سبعه. النهارده رصد عالميا ان هذا التحور الجديد الشخص المصاب ممكن يصيب من 14 ل 16 واحد، عشان نعرف بس حجم قدره هذا الفيروس على الانتشار. فاذا لما هنا الاصابات بتبقى كتير قوي عددا، لكن سبحان الله يعني الحمد لله من حتى الان ما رصد عن قدره هذا الفيروس ان هو أعراضه تشابه كثيرا أعراض الإنفلونزا الموسمية. وطبعا احنا في موسم الإنفلونزا الموسمية، فهناك خلط بالاثنين، وده بيبرز أيضا الزيادة في عدد الحالات المزدوجة، مش مزدوجة الإصابة، اللي عندها فيروس إنفلونزا واللي عنده إصابات كورونا. أيضا من حسن الحظ إن لحد الآن إصابات الجهاز التنفسي السفلي اللي هي رئتين يعني بالذات أقل بكتير من الحالات السابقة. فده الموقف الوبائي، وعشان كده كان توجيهات سيادة الرئيس إن احنا، وطبعا أيضا مجلس الوزراء امبارح أدى تعليمات بهذا، إن احنا لازم نتبع ونؤكد ونلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفا من زيادة الانتشار. ويمكن ايضا في خاصيه اخرى يمكن رصدناها ايضا في الموجه الرابعه، ان الاصابات بتبقى في صوره اصابات عائليه او اسريه. يعني واحد يجي عنده الفيروس يخش البيت او يقعدوا في اجتماع عائلي او اجتماع عام ينشر هذا الفيروس، نبص نلاقي فجاه مسلسل الاسره كلها بتصاب بهذا الفيروس على مستوى الوالد والوالدة والجد والجدة وحتى الأطفال بيصابوا طبعا. فإذا هناك انتشار لهذا الفيروس، فدي مرحلة محتاجة مننا كلنا نتكاتف بحيث أن احنا نلتزم تماما. وزي ما حضراتكم قلتوا في الأخبار وفي رصد يعني نشاط سيادة الرئيس امبارح، اتكلمتوا على التوجيهات بتاع سيادة الرئيس بأن احنا تأكيد بشدة على كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في الأماكن العامة، الأماكن الحكومية، الأماكن التعامل مع الجماهير، وأيضا مؤسسات الدراسة سواء في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي. احنا عندنا 25 مليون طالب وتلميذ في الجامعات والمؤسسات الدراسية الأخرى. عندنا طبعا عدد ضخم جدا من السادة الأعضاء التدريس والعاملين والمدرسين، فدي فئة كبيرة جدا.
ويمكن زي ما قلت من لحظات المشكله هنا ان الاصابه التلميذ او اصابه الطالب او وينتقل الى البيت هنا للعدوى للاسره كلها. لا وملحوظ كمان يا فندم انه هذا المتحور بيصيب الاطفال بشكل كبير كمان، يعني الاول كورونا كانوا كنا بنتحدث انه اصابه الاطفال يعني ضئيله جدا وفي نطاق محدود جدا، دلوقتي لا بالعكس بنشوف اطفال كتير مصابه بالمتحور الجديد. وعندهم اعراض يعني غير الاصابه يمكن في الاول او في المتحورات السابقه في المسلسل المتكرر بتاع المتحورات الـ يعني المتوقع ان كان ممكن الاطفال يصابوا ولا تظهر عليهم اعراض مرضيه. مظبوط. نفس الشيء بالنسبه للشباب كان ممكن يصابوا ولا تظهر عليهم اعراض مرضيه او اعراض بسيطه. انما حاليا بدا مجموعه من الاطفال صغار السن يظهر عليهم اعراض يعني مرضيه سواء حراره او اصابات في الجهاز التنفسي العلوي. طيب. او السفلي، فدي نقطه مهمه جدا. دكتور تاج، ده ياخدنا لسؤال مهم. في بعض من المدارس تحديدا المدارس الخاصه ابتدت تدي اجازات للطلبه نظرا لظهور زي ما حضرتك ذكرت بعض من الاعراض الخاصه بفيروس كورونا والمتحور الجديد الاوميكرون على تلاميذها. هل في أي نية بأي شكل كان لتغيير شكل الدراسة أو نقله إلى نوع الهجين أو الاتجاه الهجين ما بين الحضور والفيرتشوال أو الأونلاين اللي طلبت المدارس في الفترة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك يا أستاذ حسام نقطة مهمة جدا. الحقيقة في اللجنة الطبية العليا بتاعت يعني التعامل مع الوباء واللجنة العليا لإدارة الجائحة أو الأزمة، المواضيع دي بتدرس بعناية شديدة جدا. وطبعا يمكن برضه في البيان بتاع رئاسة الجمهورية في الاجتماع مع سيادة الرئيس كان الكلام على إن احنا بنمشي دايما بتوازن ما بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن والحياة العامة والتأثير على الحياة الاقتصادية، ودي الحقيقة هذه المواءمة كانت ناجحة جدا في الفترة السابقة. بكل تأكيد. فهو التعليم الهجين ليه دور لكن ليس بديلا عن التعليم بنظامه الطبيعي سواء على مستوى الجامعات او على مستوى المدارس. لكن طبعا في مثل هذه الاوبئه لابد ان التعامل يتماشى مع ظروف الجائحه ومشاكلها وتداعياتها. ولهذا السبب كان توجيه سياده الرئيس وايضا كان التوجيه الحكومي ان احنا نقدر نوازن هذه الامور. والمدارس طبعا عندها تعليمات وبتنفذ حسب حجم الاصابه. وهل الاصابه فصل او اكثر؟ وهل الاصابه عدد اكبر ولا لا؟ انما هو التوجيه امبارح واضح جدا في هذه المرحله. تقليل الكثافات مهم جدا سواء كثافات في حضور الدروس سواء الدروس النظريه او العمليه. ايضا في احنا في مرحله امتحانات نصف العام، في ناس انتهت منها وفي ناس لسه، وفاضل على اجازه نص سنه اللي هي على ما اعتقد 5 فبراير ان شاء الله. ان شاء الله. هذه المرحله 15 يوم دول مهمين جدا. فهو توجيه سياده الرئيس ان احنا نواجه بان الناس تخلي بالها بحيث ما يبقاش في كثافات، نقلل منها، نتبع كل الإجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير الأماكن واستخدام الماسكات. نفس الشيء بالنسبة للامتحانات سواء على مستوى المدارس أو الجامعات لتقليل احتمالية انتشار الإصابة. وكل بعد كده مرحلة ليها دورها حسب الظروف الوبائية. بكل تأكيد. لكن سيادتك سؤالك في منتهى الأهمية، والتوجيه هنا ايضا واضح تماما ومغزاه واضح ان احنا لازم نخلي بالنا ما ناخدش الامور ببساطه او بسلاسه، انما حياه المواطن وامن الوطن الصحي في منتهى الاهميه. طبعا يا فندم. طيب بالاشاره للوضع الوبائي اللي حضرتك ذكرته يا دكتور وايضا في ضوء اجتماع حضرتك مع سياده الرئيس امس، هل وارد حدوث اغلاق حتى ولو جزئي يعني على مستوى الجمهورية للحد من انتشار كورونا إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في عدد الإصابات؟ حضرتك وزي ما قلت لحضرتك تاني بأكد، هو دي برضه نقطة مهمة جدا،
وسؤال مطروح، يعني حضرتك بتطرح لي سؤال يعكس الرأي العام، هذا بيدرس جيدا، وإذا احتاج الأمر أي شيء من هذه المراحل هيدرس ويعلن في وقتها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور تاج، على الجانب الآخر هناك توجيهات من الحكومة والقيادة السياسية بمنع التكدسات في المصالح الحكومية وفي الأعمال، حتى إن كانت أعمال وشركات في القطاع الخاص. هل هناك أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق تحديدا مع شركات القطاع الخاص أو الأعمال الخاصة للتساهل بشكل أكبر، يعني في التعامل مع حالات الاشتباه في الكورونا؟ سمعنا كتير من مواطنين أن بيكون عندهم اشتباه في الكورونا، وهناك منهم من لا يستطيع عمل المسحة أو البي سي آر لتأكيد إصابته بالكورونا، ولكن شركات القطاع الخاص تحديدا بترفض أن حد ياخد أجازة لو عنده اشتباه كورونا إلا لو جاب بي سي آر بوزيتيف، وبناء عليه الناس بتضطر عشان ما يتمش خصم اليوم الغياب من مرتب في نهاية الشهر، بيضطروا في بعض الأحيان إن هم ينزلوا عشان يحافظوا على مرتبهم. هل في نوع من التنسيق مع أصحاب الأعمال الخاصة إن يكون في نوع من التساهل أكتر عشان الناس اللي عندها اشتباه ما تنقلش المرض لزمايلهم في العمل؟ والله يا فندم دي نقطة في منتهى الأهمية ويجب أن تحترم تماما، حتى لو الشخص أو الموظف أو العامل أو في إحدى شركات القطاع الخاص أو حتى الحكومة، الحقيقة فيها جهات أيضا حكومية تريد التأكيد بالبي سي آر. حضرتك مش كل البي سي آر بيطلع بوزيتيف. مظبوط. لكن عندنا اشتباه إكلينيكي حتى لو هي إنفلونزا عادية. يعني ما هو إحنا قلنا دلوقتي المتحور الجديد بيدي أعراض تشابه تماما الإنفلونزا العادية. بالظبط. مظبوط. في كثير من الاحيان عايز اقول ان الاثنين امراض فيروسيه والاثنين امراض معديه، وانا لسه كنت بقول ده بيعدي 3 4 وده بيعدي 14، فيجب ان نحترم هذا الموضوع حفاظا على الصحه العامه وحفاظا على المواطنين. يعني انا ناس بتكلمني او حرارته 39 وعنده برد عادي فعلا وعمال يكح ويعطس والكلام ده كله، والتانيين يقولوا لا ده احنا ده برد عادي ما تيجي الشغل. ما ينفعش. مظبوط. ما ينفعش. يعني حضرتك بتنادي بنقطه في منتهى الاهميه، البرد العادي لازم يحترم. يا جماعه البرد العادي او الانفلونزا العاديه قد يكون ليها مشاكل وتداعيات تشابه واكثر من الاصابه بفيروس كورونا، واللي هيصاب بالبرد العادي مناعته هتقل فهيكون اكثر عرضه لاستقبال فيروس كورونا. ده غير انه ما زال في وفيات يا فندم حول العالم اصلا من الانفلونزا العاديه. يا فندم كل سنه قبل موضوع كورونا تماما اقول لحضرتك رقم يمكن ما تصدقهوش. الوفيات التي رصدت التي ترصد سنويا نتيجه الانفلونزا الموسميه في العالم 500,000 حاله. الوفيات صحيح. يعني نص مليون بني ادم بيموتوا كل سنه نتيجة لتداعيات الانفلونزا العادية، اللي هي مشاكلها قد تتشابه تماما مع مشاكل، بس لان العدد مش ضخم قوي، لان مش وباء. الناس ما يا عم انت عندك انفلونزا انزل الشغل، او مدرس عنده انفلونزا لا روح ادي الدرس بتاعك او ادي المحاضرة بتاعتك. غلط. يبقى نضم صوتنا لصوت حضرتك يا فندم ونخاطب اصحاب الاعمال، يا جماعة ارجوكم اكتفوا بالاعراض الاكلينيكية للمواطنين عشان تدوهم أجازة، وما تخصموش من مرتباتهم لو غابوا نتيجة هذه الأعراض الإكلينيكية. مظبوط كده يا فندم؟ صاحب الأعمال أو أي حد، يعني هو مش ضروري صاحب العمل يكون هو المسؤول عن هذا، لكن المسؤول عن الملف الطبي أو الإداري المباشر يعني لازم يحترم شكوى المريض، حتى لو طلع من كل 10 واحد أو 2 بيدعوا المرض، لكن أضمن وأرحم وقائيا ان نديله فرصه او 3 4 ايام في البيت عشان ما يعديش حد. طبعا يا فندم بركز كمان على نقطه حضرتك ذكرتها وهي في غايه الاهميه، وانه ما فيش برد مروحه وبرد دفايه. دلوقتي اللي عنده اي اعراض اكلينيكيه زي ما حضرتك تحدثت يا فندم يلتزم المنزل، لان الاعراض مشابهه الى حد كبير جدا المتحور متحور اوميكرون وايضا الانفلونزا الموسميه. طيب دكتور محمد، يعني في دراسات حول متحور اوميكرون انتهت،
وحسب الدراسات قالت انه اللقاحات الموجوده بانواعها المختلفه نسبه الوقايه ضد هذا المتحور الجديد مش كبيره بشكل كافي، بنسبه لا تتخطى ال 15%. ولكن اثبتت ايضا الدراسات انه الاشخاص اللي تلقوا اللقاحات المعززه او البوستر دوزز نسبه الحمايه تتخطى ال 70%. سؤالي حضرتك يا فندم دلوقتي، اولا احنا وصلنا لفين في اللقاحات، ان كان اللقاحات اللي بتتطلب جرعه واحده او جرعتين، وايضا الجرعه المعززه؟ الحقيقه احنا وصلنا مرحله جيده جدا. حضرتك عدد اللي خدوا الجرعه الاولى قربنا من 60 مليون، وعدد اللي خدوا الجرعه الثانيه تقريبا 35 مليون، وخدوا لحد امبارح اللي خدوا الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه او التطعيم الثالث حوالي نص مليون. احنا في المتوسط عدد اللي بيطعموا يوميا يتراوح ما بين 350 الى 500 الف شخص. هناك اقبال شديد على اللقاحات. عظيم. هناك تدفق مستمر لهذه اللقاحات، الكميه اللي احنا خدقتها المواطنين والكميات الباقيه كميات كافيه جدا. وزي ما حضرتك عارفين طبعا بدانا او بدات الدوله بدات وزاره الصحه في اعطاء اللقاحات للفئات الاقل عمرا من 18 سنه، من 12 ل 18 لزياده المناعه المجتمعيه. احنا بنؤكد دايما، حضرتك قلت كلام علمي جدا ومهم جدا، بنؤكد ان اللقاحات ليها دور. ما حدش قال ان هو الدور الاساسي، يعني ما اقدرش اقول ان اللي هياخد اللقاح مش هيجيله، لكن اللي ياخد اللقاح ممكن يتعدي، ممكن يقعدي، يعني هو يبقى انفكتد ويبقى انفكشوس الاثنين. فدي نقطه مهمه جدا. انما اللقاحات ما زالت سلاح كل العالم معترف بيه. احنا شفنا نتائج لهذا، عملنا حضرتك دراسات اثبتت ان اللي بيخش المستشفيات او يخش الرعايه المركزه هم الاقل حصولا على اللقاحات، يعني اللي واخد اللقاح فرصه دخول المستشفى او يخش الرعايه المركزه او يتحط على جهاز تنفس صناعي أقل كثيرا جدا. احنا بنرصد هذا جيدا عشان نؤكد هذه المعلومة. أيضا مفيش حاجة في الدنيا 100%، إنما لحد دلوقتي اللقاحات مؤثرة، حتى لو كانت مؤثرة بنسبة أقل بالنسبة للتطورات. خلي بالك أنا عايز أقول حاجة مهمة. اتفضل. الفيروسات دي يعني مخلوق بيقاوم، عايز يعيش، فبيسموه بيتهرب أو يتسرب من اللقاحات ان يحصل تحور. فالتحورات ما هي الا نتيجه للقاحات، عشان هو مش نتيجه ليها مباشره، يعني عشان يقدر يعيش بعد ما احنا بنديله لقاحات عشان تؤثر عليه او تمنع دخوله جسم الانسان. يمكن هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم، انه احنا الامر لم يتوقف فقط عند تلقي اللقاحات، لكن الجرعه المعززه مش رفاهيه، الجرعه المعززه بالعكس هي جرعه مهمه جدا يجب تلقيها. شوفي حضرتك احنا بننادي، والرئيس اكد امبارح في اللقاء على ان منظومه اللقاحات تستمر. منظومه اللقاحات يعني الحقيقه بتسير بطريقه جيده جدا من حيث توفر اللقاحات. كل لقاحات العالم موجوده عندنا، كل الانواع. المراكز الثابته تزيد عن 1350 مركز، وفي مراكز متحركه وفي مراكز في اماكن اخرى. كل اللقاحات متاحه، كل انسان. النهارده الحمد لله احنا بنشهد يعني اقبال على اللقاحات زاد جدا، والناس طبعا كل ما بتسمع مشاكل الكورونا كل ما بتقبل على هذا. تاكيد الدوله على ان مش هيدخل الاماكن الحكوميه او ما اماكن الخدمات الا الحاصلين على اللقاح خلت الناس تحمست لهذا. يمكن النقطه دايما او الديبيت اللي ماشي بين الناس، طب والنبي اخد انهي لقاح؟ الناس لما بتلاقي فرص لاشكال معينه زي الموديلات كده، فكل واحد يقول انا اخد ده ولا ده، وده يدل على يعني الحمد لله سلاسه وتوفر، وان في الدوله موفره بالظبط. لكن انا باكد مع حضرتك تماما ان منظومه اللقاحات في منتهى الاهميه، منتهى الحيويه، نقلل الفيرال لود اللي هو حمل اللقاح الفيروس في مصر، وثانيا نؤكد على انه بيزود حمايه الانسان من الإنسان ومن الفيروسات. دكتور تاج، أخيرا كثير من الأخبار في الفترة الأخيرة عن استيراد مصر لبعض الأدوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وأدوية أخرى لعلاج فيروس كورونا.
الوضع بخصوص هذه الأدوية يا فندم؟ هي نفس الأدوية يا فندم، هي نفس الأدوية، إنما بيتكلموا على الآتي، ودي كلها تجارب إكلينيكية وإحنا بندرسها جيدا، وإحنا عارفين هذه الأدوية. ويمكن بقول لك خبر حضرتك، أحد هذه الأدوية إحنا خدنا تصريح من الشركة المنتجة إن هي، عارف كم شركة مصرية هتنتجه أو بدأت تنتجه فعلا؟ 14 شركة. طب ده يعني فندم إنه في دواء من هذه الأدوية يا فندم هيصنع هنا؟ 14 دواء، 14 شركة هتصنعه في مصر. عظيم. يعني خدنا تصريح من الشركة المنتجة، الشركة الأصلية اللي هي شركة فايزر، إن إحنا نصنعه في مصر. لا، ميرك. في عندنا ميرك بتعمل وفايزر بتعمل، وفي شركة ثالثة يمكن بتعمل أسترازينيكا. فهذه الأدوية، عشان بس أقول لحاجة، عشان برضو نحط في اعتبارنا الأدوية دي لسه تصريح إمرجنسي اللي هو طوارئ. وشركة وهيئة الدواء المصرية هتصنعه، هتصرح بيه. دي أدوية وقائية يا فندم ولا أدوية علاجية؟ هي أصلا بتتاخد للحالات البسيطة إلى متوسطة. احنا عندنا حالات يا بسيطة يا متوسطة يا شديدة يا شديدة جدا. التجارب الكلينيكية السريرية أثبتت إن ما لهاش دور في الحاجات الشديدة. يبقى احنا بنديه في الحاجات البسيطة بس. إيه بقى؟ لأن طبعا سيادتكم عارفين 85% من الحالات حالات بسيطة، وبتعالج بالأدوية التقليدية الوقائية اللي هي بتقلل من حدة المرض. إنما دي أدوية بتعالج الحاجات البسيطة، مشروطة أنها تكون مصاحبة المريض، يعني اللي هياخد الدواء، بإحدى الحاجات الأمراض الأخرى. يعني يكون مريض عنده كورونا وعنده مثلا ضغط، أو مريض وضغط وعنده سكر، فأنت بتديله الدواء ده عشان قد يقلل قد من نسبة دخول المستشفى أو الوفاة. ده خبر مهم جدا الحقيقة يا فندم. الثاني المهم جدا عشان أكون جاوبت عليه، حاجة بتقول هي وقائية ولا علاجية؟ هي أنتي فيروس، يعني ضد الفيروس. إنما هم بدأوا يتكلموا يقول لك طب ما نديه كمان للمخالطين عشان ما جالهمش. كل ده لسه خاضع، عشان ما يبقاش قرار نهائي، خاضع للتجربة الإكلينيكية التي تؤكد هل فعلا. خلي بال سيادتك إن كل حاجة في الدنيا، كل دواء له أثار جانبية. بالتأكيد. فإحنا بنختار المريض المناسب اللي الحالة محتاجة فعلا ياخد الدواء. هل تسويقيا هم عايزين يدوه للمخالطين ولا لا؟ لازم نقارن المخالطين دول اللي خدوا الدواء هل في تأثير ولا لا، عشان ما يبقاش في أبيوز لهذه الأدوية، سوء استخدام. طبعا يا فندم هي خطوة مهمة، وفكرة التصنيع هنا في مصر يعني خطوة إيجابية جدا، وبتعكس مدى التطور اللي حصل في مجال الصناعات الدوائية هنا في مصر. مش عايز أقول لك حاجة يا أستاذة جمانة. اتفضل. يعني الفترة اللي فاتت بتاعت الجائحة على مدى السنتين، شركات الدواء في مصر، ال 152 مصنع الذي يصنع الدواء في مصر، لعبت دور كبير جدا في ان كل الادويه اللي احتجناها خلال موسم كورونا كانت بتصنع في مصر. عظيم. واحنا عالميا او قانون حمايه الملكيه الفكريه بيدينا الحق ويدي كل الدول الحق في عند وجود جائحه انك تقدري تصنعي هذه الادويه. فالحمد لله نتج عن هذا ان تقريبا 95% من الادويه اللي احتجناها كانت تنتج محليا وبوفره. فدي نقطه كلنا لمسنا ده يا فندم، لانه بالفعل ما حسيناش باي نقص في الادويه، حتى في الفتره بسيطه جدا ابتدى الناس تتكلم عن في ادويه ناقصه في السوق، الدوله وفرتها فورا، واتخذت كمان اجراءات ضد الصيدليات او ضد من كل من يحتكر الادويه بشكل كبير. احنا نشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه، فندم على كل هذه الايضاحات وكل هذه المعلومات.